الأستاذة فاطمة دليمي ممثل برنامج الحساب الذهني أكاديمية أطفال العباقرة هي معنا عبر الهاتف. مرحبا، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيدي. أستاذة نتأسف فقط على انقطاع الأنترنت، حال الأنترنت في بلادنا للأسف على كل هذا هو الحال، الأنترنت في بلادنا للأسف على كل. أتحدث معك عن كنا نتحدث قبل لحظات عن هذا التكريم وتفوق البنات في المسابقة الحساب الذهني في تايوان التي أجريت عبر الأنترنت، كيف تم ذلك؟ نعم. تفضلي أستاذة. نعم، تم بحمد الله تنظيم البطولة أو المسابقة العالمية للحساب الذهني المفتوحة التي أقيمت عبر تقنية الزوم جوجل ميت مع الممثلة العالمية للبرنامج السيدة شوان شوان شون، وذلك يوم 18 جويلية تحت رعاية سامية لولاية الطيف ومديرية شباب الرياضة. أقيمت هذه البطولة في ولاية الطيف كما قلت بمشاركة 8 ولايات، تقريبا أكثر من 170 مشارك. هذه البطولة يعني الحمد لله هي هذه البطولة يعني كان هدفنا هي التوب 10، يعني 10 أبطال عالميا، يعني هذا هو الهدف هذه البطولة. والحمد لله الجزائر عندها أبناء اللي قدروا يرفعوا هذا العلم، وكان ديما هدفنا أننا نرفع هذا العلم مهما تكون الولاية اللي راح تفوز في هذه البطولة. الحمد لله ريتاج سجود رحاحلة تحصلت على العلامة الكاملة اللي هي 50 عملية في أقل من 3 دقائق، وبالتالي حصلت على 500 نقطة. فقط أنا حبيت أن أصر هذا النقطة لأنه الكثير قال ريتاج قامت بإنجاز 500 عملية وهذا غير ممكن، هذا مستحيل. هي أنجزت 50 عملية متفاوتة الصعوبة فتحصلت على كامل العلامة، وهذا ال 50 عملية أنجزتهم في أقل من 3 دقائق، وكل طبعا كل علامة هذا الأمر نتيجة تدريب متواصل من دون شك طبعاً من خلال معاهدكم وأكاديميتكم. طبعا هذا البرنامج اللي هو الحساب الذهني، يعني اللي هو برنامج مفيد جدا يعني للأطفال، اللي هو ينمي في الصيد الدماغ، يزيد التركيز، ثقة في النفس عند الأطفال، تحصيل دراسي يتحسن. الطفل صحيح انه يصبح اكثر احيانا، احنا الطفل يسبق الاله الحاسبه، صدقني استاذ لو نقوم بعمليات احنا كنا قمنا بها عند وزير التربيه، يعني عند الضيوف اللي كانوا ثم، الاله الحاسبه ما سبقتش البطلات، ويعني الكثير من هنا يعني يكتسب هذه المهاره، لان هذه المهاره يمكن اكتسابها يعني مكتسبه بالتدريب. طبعا احنا عندنا شعار هي العباقره لا يولدون، العباقره يصنعون. نحب فقط يعني نطمن الاولياء لما يشوفوا مثلا ريتاج او يشوفوا البنات عدالة اللي هما من غزيزان ربما يقولوا هذو عباقرة، يعني احنا ولادنا مش ممكن راح يكونوا بهذا المستوى. لا اطمنهم هؤلاء او هل البنات هذو راهم يعني بنات عاديين فقط بالتدريب، وخاصة يعني الأولياء لما يقفوا مع أولادهم يعني ما شاء الله يعطيونا نتائج رائعة، وأنا أقولها تكرارا أستاذة دعيني أنا كصحفي أنقل لك الآراء، خلينا نقول المخالفة للحساب الذهني، أنقل لك ما يقوله البعض. هناك من أولياء هذه الأطفال والتلاميذ من لا يؤمن بهذا الحساب الذهني، تتحدث معه يقول لك ماهوش راح يكون مضيعة وقت للتلميذ، ماهوش راح يفيده، والتلميذ مقبل على تخصصات كثيرة ليس فقط رياضيات، ما رأيك؟ طبعا هو الفقد الشيء والبعيد عن الشيء أو الجهل بالشيء يخلي الإنسان يقول أشياء ربما خاطئة، يعني هو فقط جهل منها. لو كان يتقرب ويشوف يعني مدى تأثير هذه البرامج، احنا مش نقولوا فقط كاين حساب ذهني، كاين حساب ذهني، كاين روبوتي، كاين العاب تنمية ذكاء، راهي متوفرة الآن بكثرة. حتى فقط لو الطفل يتدرب على حل مكعب السحري اللي كان سابقا ربما كيهز واحد مكعب سحري يدور وثم يرميه يقول لك ما نقدرش نحلو، دوكا ما شاء الله راهي الاكاديميات المنتشره عبر الوطن راهي تعلم الاطفال حل مكعب سحري، وعندنا ابطال عالميين يعني هنا من الجزائر، عندنا البطل محصل على الرقم الافريقي مثلا مدي يحلك المكعب السحري في 8 ثواني يعني رانا قادرين على كل شيء، يعني ما شاء الله عندنا اطفال جزائريين يعني راهم ادمغه. يعني الى اي مدى يمكن لهذا الامر انه يساهم في تنميه عقل الطفل
تخليه انه يتفوق في دراسته كذلك؟ طبعا احنا نقولوا التاثير تاع هذا البرنامج طبعا متفاوت من طفل لطفل، لكن ياثر يعني بشكل كثير. ليش؟ لانه يخدم الجانب الايمن من فصي الدماغ. احنا عندنا فص ايمن فص ايسر. احنا المدرسه الجزائريه يعني بزاف تعتمد على الفص الايسر اللي هو المنطق، المنطق عفوا والتكرار. اما الجانب الابداعي اللي هو في الفص الايمن فهذا احنا ما نخدموش به بزاف، ما عندناش بزاف ابداع، ما عندناش بزاف خيال في المدرسه الجزائريه. لكن الحساب الذهني يخلي الطفل في مرحلة من المراحل يستغنى عن المعداد ثم يتخيل ذلك المعداد ويقوم بإجراء العمليات الحسابية. ربما الناس شافت الفيديوهات كيف الأطفال يحركوا يديهم لما يقوموا بالعمليات، هم راهم يتخيلوا في المعداد وينجزوا هذوك العمليات ويحولوا هذيك الصورة على العدد، لأنه العدد عندهم أصبح ملموس عبر المعداد، أصبح ملموس، ما أصبحش الرياضيات مجردة، يروح له الهاجس تاع الرياضيات. وبالتالي لما تنمي واش يقول أينشتاين، يقول الخيال أحسن من المعرفة. فالطفل اللي تنمي له الخيال فانتظر منه يعني طيب. الكثير والكثير. رئيس الجمهورية تحدث وأعطى نسبة، قال 3% فقط من الطلبة في الجامعة يختارون تخصص الرياضيات. في رأيك أستاذة لماذا طلبتنا يتخوفون من هذا التخصص من الرياضيات؟ لأنه هذا الهاجس تربى معهم من صغرهم. من الصغر الطفل عنده هذه الرياضيات هي هاجس، لأنه طريقة تقديم هذه المادة أو يعني هي فقط راهي كما نقولوا حاجة نفسية فقط. لو بهذه الأشياء وهذه البرامج اللي رانا نمارسوا فيها احنا كمؤسسات أو كأكاديميات، لو كان تعمل يعني لو كان تعطى فقط، احنا حكينا مع وزير التربية طبعا، لو كان نصف ساعة خاصة احنا نبداو كما يقولوا من لا باز، نبداو مثلا من المدارس الابتدائية، لو نعطيوهم نص ساعة فقط في المدرسة وإن شاء الله راح تمشي يعني بإذن الله، صدقني يا أستاذي سترى العجب العجاب وسترى التغيير في أبنائنا. لأنه خلاص رياضيات وليش هاجس، تولي حاجة ملموسة سهلة، تنمي له كما احنا قلنا فصي الدماغ، يزيد تركيزه، وبالتالي تحصيله دراسي يتحسن. واحنا عندنا أولياء عندهم شهادات حية بهذا الشيء، يعني الاخر فيهم شوفوا تكون شخصيته. صدقني ما تصورش كيف، لانه مثلا في عندنا في مرحله من المراحل لما مثلا تملي العمليات وتخلي الطفل شكون هو الاسرع اللي ينجزها، جوك تنحلوا هذيك العقده، تنحلوا هذيك الخوف من هذه الماده. طيب. وبالتالي يعني هذه بشهاده الاولياء، يعني الحمد لله احنا ما نقولوش الجزائر تريد عذرا عن المقاطعه فقط استاذه، الجزائر تريد تثمين يعني هذه هي التخصصات الرياضيات الذكاء الاصطناعي، من أجل ذلك فيه صدور للمرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات وحتى المدرسة العليا الأخرى في الذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى ممكن أن تساهم المدرستين وفيه شروط يعني كانت في المرسوم الرئاسي شروط واضحة للانضمام لهذا المدرستين وما إلى ذلك، وما الذي يمكن أن تقدم للجزائر في رأيك؟ إلى أي مدى يمكن لمدرسة عليا للرياضيات في الجزائر وحتى للذكاء الاصطناعي أنها تقدم لطلبتنا وحتى للجزائر مستقبلا؟ هي طبعا راح تقدم لنا الكثير. احنا نقول الرياضيات أم العلوم والتكنولوجيا هي الشيء اللي راهي، احنا معروفين باستهلاك التكنولوجيا، احنا ماناش منتجين للتكنولوجيا، لكن الاشخاص اللي عندنا والعلماء اللي عندنا اللي راهم خارج الجزائر اللي راهم انتجوا التكنولوجيا وبرهنوا يعني على مدى قدره العرب عامه والجزائريين خاصه في الكثير. مثلا نشوفوا احنا كريم زغيب اللي راهو مدي مثلا جائزه احسن مخترع في لاباتري بليتو لاباتري في مونتريال في كندا. كاين الاستاذ حبه، كاين بزاف من المعجزات ماناش نشوفوا فيهم لهنا لانهم ما لقاوش فرصتهم هنا في بلادهم. لكن هاتين المدرستين يعني انا نظن راح تخلي الجزائر تتجه في الاتجاه يعني الصحيح والذي يليق بابنائها ان شاء الله. احنا نبداو كما قلنا من القاعده، نبداو من القاعده اننا نزرعوا هذا الحب هذه المواد بتسهيلها. احنا مثلا احنا نسعوا مثلا قال روحوا ابسط الاشياء، حفظ جدول الضرب، يقول لك يحفظ جدول الضرب بضرب، لا، هناك طرق ابداعيه لحفظ جدول الضرب. احنا نسعوا مثلا انا هدرنا كتب هكذا بسيطه وين حتى طفل حتى 6 سنوات يقدر يحفظ لك جدول الضرب بطريقه سهله. لو كان نتبع هذه التقنيات او هذه الاشياء نقدروا خلاص الطفل يولي يتجه لهذه، هو اللي يولي يطلبها.
ممتاز. ما يخافش منها ويهرب منها. جيد. نعم أستاذ. أستاذة فاطمة دلمي، ممثل برنامج الحساب الذهني، أكاديمية أطفال العباقرة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وألف مبروك لكم كمربين لهذا النشء، وألف مبروك للتلاميذ المتحصلات على هذا التفوق.